أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا عظيم أنت وصفك جل معنا منيع يكبح الألباب كبحا. به الشعراء قد ثملوا ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا جواد صاغ جودك كل جود ولولا أنت معنا جودي يمحى. وفي للإله وفيت عهدا ومن ذا مثلكم وفى وضحى. أبي أنت لم ترك لظلم رفضت الظلم تصريحا ولمحا تصريحا ولمحا. ويا دمثا بك الأخلاق لاذت لتحبيم لدى شفتيك رشحا بجيم الجود جدت فجل اسم دعاك به إله الخلق مدحا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سادتي أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، بلقاء جديد يتجدد معكم بالولاء والمحبة الصادقة من رحاب العشق من رحاب الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. أحييكم وأقول لكم السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة يتجدد بها الشوق، يتجدد بها الشغف في الوصول إلى هذه الجنة المباركة، جنة الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما أسدي بغداد، الذين أنار الله سبحانه وتعالى بهما الأرض وأنار بهما على وجه الخصوص هذه المدينة، مدينة الكاظمية المقدسة. نعم أيها الأحبة، في هذا البرنامج الذي يأتيكم في مساء كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11 كما هو الحال مع باقي البرامج في هذه السلسلة الفريدة من نوعها التي تقدمها لكم قناة كربلاء الفضائية، مشكورة بكل الكوادر في كل الأماكن التي تبث منها هذه البرامج، برامج الزيارة والدعاء. حقيقة ورد في حديث ما مضمونه أنه لا يعبأ الله بكم وأنتم تدعون الله عز وجل، فالدعاء هو سلاح المؤمن، ونحن في هذا البرنامج نسمع شتى الأصوات من النساء إلى الرجال، من الشيبة إلى الشباب إلى الصغار إلى الفتية إلى الفتيات بشتى اللهجات واللغات وبمختلف الدعوات التي ترفع إلى الله عز وجل. نقدم بين أيدينا الإمامين الجوادين ومحمد وآل محمد، راجين الله عز وجل أن يتقبل دعواتنا وأن يستجب هذه الدعوات للمؤمنين والمؤمنات كافة في مشارق الأرض ومغاربها. نعم في هذا البرنامج تسمعون أصوات الدعاء وتشاهدون وتحلقون بأرواحكم إلى روضة الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم. نحن وإياكم في هذا البرنامج اعتدنا أن يكون نصيب لذكر أهل البيت سلام الله تعالى عليهما في بادئ الحلقة، ومن ثم نفتح الأبواب ونستقبل اتصالات الموالين والمواليات بإلقاء التحية، وكذلك أن يلهجون بدعواتهم
ويطلبون ما في خواطرهم بجاه الإمامين الجوادين وبمنزلتهم عند الله، ومن ثم نشنف الأسماع بشيء من الأبيات إلى أن تصل ختام الحلقة في ذكر أسماء لأموات وأحياء. نردد أسماء كثيرة حقيقة، قد تتكرر في بعض الحلقات وقد تختلف من حلقة إلى أخرى. أود أن أتناول شيء ونحن على عتبة ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أنه ذكر في وصية قال سلام الله تعالى عليه: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار. هذا ما جاء في وصية الإمام الحسن العسكري روح له الفداء. فقد اهتم الأئمة سلام الله عليهم بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وباقي الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، اهتموا اهتماما شديدا وبالغ الأثر حقيقة بسلوكيات أتباعهم وممشاهم في حياتهم وعلاقاتهم مع الناس. لابد أن يبرز هذا الاهتمام حقيقة في حياة الإمام العسكري عليه السلام، سيما وأنه الممهد لعصر الغيبة. ومن هنا كانت وصايا الإمام الحسن العسكري التي ألقيتها على مسامعكم الكريمة لشيعته. ففي الرواية وصية للتقوى الداخلية والتقوى الخارجية، أي التقوى في العلاقة مع الله عز وجل والتقوى في علاقة الناس مع الآخرين بالاتصاف بالخصال الحميدة، وأهمها صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. وفي تتمة وصية الإمام عليه السلام يبين المسؤولية الملقاة على الشيعي بين قوسين في أن يكون مصدر فخر للأمة. إذن الإمام سلام الله تعالى عليه يخاطب شيعته ويوصيهم، كيف لا وهو ابن رسول الله الذي بعثه الله عز وجل رحمة إلى العالمين كافة. فماذا كان يطلب؟ يطلب يقول الإمام العسكري: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا. انتبهوا أيها الأخوة أيتها الأخوات، ماذا يريد منا الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله؟ يقول: جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. فوظيفتنا أيها الأخوة في كل زمان، سيما ونحن قد أعلنا للعالم بأسره أننا قد تشيعنا وسرنا على نهج المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونهج أبنائه الميامين الطيبين الطاهرين، فوظيفتنا ترتبط بعنصري الجذب والدفع، أي أن نجذب الناس إلى التمسك بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم من خلال إظهار الأخلاق الحميدة، من خلال إظهار التعاليم التربوية المشرقة الصادرة منهم، والدفع لأي تهمة وباطل يحاك من قبل السلطات الظالمة في حقهم والمريدين السوء للإسلام والمريدين بالسوء لشيعة أمير المؤمنين عليهم السلام. وحثا من الإمام لشيعته على ذلك، يؤكد على أن التصرف الصحيح الذي يسلكه من يشايعهم يكون من بواعث السرور في نفس الإمام عليه السلام، وذلك من مقتضيات الرحمة الواسعة التي تتجلى في الأئمة. يقول عليه السلام: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك.
إذن هذه هي صفات الشيعي، هذه صفات الشخص الذي يدعي التشيع في كل زمان، سواء كان في زمان الأئمة سلام الله عليهم أو في زماننا هذا. فكل من يدعي التشيع عليه أن يتخلق بهذه الأخلاق ويتحلى أيضا بهذه الصفات. وكان الإمام أيضا سلام الله عليه يوصي بوصاياه ويأمر بنشرها بين شيعته، ففي وصيته إلى أحد أعلام أصحابه يقول: أوصيك بتقوى الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإنه لا تقبل الصلاة من مانع الزكاة، وأوصيك بمغفرة الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم ومواساة الإخوان والسعي في حوائجهم في العسر واليسر والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمور والتعاهد للقرآن الكريم وحسن الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليك بصلاة الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله أوصى عليا عليه السلام فقال: يا علي، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، وأمر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا به، وعليك بالصبر وانتظار الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا أرحم الراحمين بحق الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. سلام عليكم يا سادتي ويا أئمتي، يا أئمة أهل البيت، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نحن في رحاب الإمام كاظم الغيظ موسى بن جعفر عليه السلام والجواد التقي النقي الورع الإمام محمد بن علي الجواد، قدوة الشباب وقدوة المتشيعين. نعم، على بركة الله نوفي بعهدنا ونتشرف بخدمتنا لجميع الموالين والمواليات في استقبال اتصالاتكم إن شاء الله تعالى. نبتدئ الآن في استقبال أول اتصالات الأخت نور من محافظة مريم من محافظة واسط. يعلو معك النداء أيتها الأخت الكريمة ومع جميع الأخوة والأخوات بنية قضاء الحوائج وشفاء المرضى، لننادي جميعا وحتى الجالسين أمام الشاشة المباركة لقناة كربلاء: يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا مريم، الله يحفظكم يا أختنا الكريمة، تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء. يا باب المراد، يا موسى والجواد، السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حبيب الله، السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض، يا سيدة يا مولاي توجهت واستسعدت وسرت بكم إلى الله وقدمتكم بين يدي حاجاتي، يا وجهة عند الله اشفع لنا عند الله تحت حمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد رحمة الله وبركاته، إلهي نقسم عليك بفاطمة وبها وبأيها وبنا بحق تسعى المعصومين من دون الشمل، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اصلح حجنا المقدس، يحفظ السيد علي السيستاني، يحفظ العراق والعراقيين جميع محمد بحق محمد وعلي محمد، يحفظكم ويقضي حوائجكم. آمين. إن شاء الله آمين. ببركة هذه الدعوات الطيبة إن شاء الله. بحق محمد وعلى محمد. بقضى حوائجنا حال جميع المؤمنين كما قالت مستعاف الزيارة. أخونا مستقبل كتبت مريم لقضاء الحاجة بحق محمد وعلى محمد. تدعي لي الإمام وسر جعفر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا ما ننساكم من الدعاء. وما ننساكم من الدعاء يا أختنا الكريمة، وندعو لجميع الأخوة. وكتب لي رفا البنت زهراء للشفاء. يا رب الشفاء العاجل وكل من قلدني الدعاء والزيارة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم عجل لي ولك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياكم الله يا أخت مريم، شكرا جزيلا لاتصالكم، الله يتقبل زيارتكم ويتقبل دعواتكم ويشافي جميع المرضى إن شاء الله تعالى، سيما اللي تابعون الحلقة الآن. كل من يشكي من ألم أو سقم اللهم برئه من هذا السقم وشافه وعافه بحق محمد وآل محمد وبحق وجاه الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم. نأخذ اتصال أم حسن من ديالة، سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أختنا الكريمة، تفضلوا بالزيارة والدعاء. يا باب المراد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا موسى النجاح خارة، جايتك يا الضريح الشامخ ببغداد، كنت بقلبي حاجة وجايتك بيها قبل لا أمد إيدي وأزم الشباك يا موسى النجاح خارة كنت قضيها. كنت قضيها إن شاء الله. بارك الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اقضي حوائجنا وحاجة كل محتاج. يا رب. أخي الكريم ولا زحمة عليك، سجل أسامينا يم الإمام. خدمتكم يا أختي، تفضلي. أم حسن وأبو حسن واسم أولادي حسن وحسين ويوسف. حسن. واسم أم ياسر وأهلي. حسين وأم ياسر. وجميع الاهل ان شاء الله تعالى. بارك الله بك، الله يوفقك، الله يبارك بعمرك ويحفظك ويستر عليك ان شاء الله، ويبارك بالاسره الكريمه وكل الاهل والاقرباء والجيران ان شاء الله تعالى، وكل من له حق عليكم وعلينا ان شاء الله تعالى. ما ننسى الجميع من الدعاء ما دمنا متشرفين ومتنعمين في رحاب الامامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. ناخذ اتصال من واسط الاخت زهراء. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا الطاير المراد، السلام على الجواد. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم اغض حوائجنا وشافي مرضانا. ممكن نسجل لك ما أستاذ؟ بخدمتكم يا أخ الزهراء، تفضلوا. علي وسارة. علي وسارة. نعم. وأحمد وكرار ومصطفى وكوثر. كرار ومصطفى. ووالدي بالصحة والعافية ويطول بأعمارهم. وقاسم. نعم. وآية من الدجية لي. الله يحفظكم إن شاء الله. يرضى حاجتها إن شاء الله. أبي بارك بعمرك. وسيد علاء. سيد علاء. والشيخ علي السماوي. نعم. يعطيك العافية إن شاء الله ويرضى حوائجكم. يعافيك يا أختي الكريمة، الله يبارك بك. شكرا لإيثارك وشكرا لذكرك هاي الأسماء للأخوة والأخوات اللي يتصلون بالبرنامج أيضا، وذكر المشايخ الكرام، لهم ألف تحية وإن شاء الله تعالى لهم دعوات طيبة من قربي ضريح الإمامين الجوادين من هذه الروضة المباركة الشريفة. إن شاء الله تعالى يوفقهم رب العباد بإيصال الرسالة وإيصال صوت محمد وآل محمد إلى أبعد حد إن شاء الله تعالى. ناخذ اتصال من محافظة ديالى. أم حيدر سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام على موسى الكاظم، السلام على جعفر الصادق، السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك يا أبو طلحة. يا الله. اللهم شافنا وعافنا، اللهم اقض حوائجنا يا الله يا موسى الكاظم يا الله. عليك بابك وانتظر جوابك يا موسى الكاظم، أنت تقضي حاجتي يا الله وحاجة كل محتاج، اللهم شاف وعافي كل مريض. آمين. الله يفرح قلوبكم بقضاء حوائجكم. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفعوا لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعنها وبنيها وبحق السر المستودع بها عجل لوليك الفرج يا الله. يا الله يا أبو طلبة يا أسد بغداد يا الله، أن تقضى حاجتي وحاجة كل محتاج يا الله. الله يفرح قلبك. أطلبكم أن تدعوا لي تقضى حاجتي يا الله وشاف مرضانا وتعافينا. إن شاء الله ربي يفرح قلبك يا أخي. إن شاء الله الله يفرح قلوبكم. أمي أم سجاد وأبو سجاد وإخواني وأختي وعمتي وجميع المرضى وقواضع الحوائج. يا رب. لا تنسانا بالدعاء فلا تركعتين. خدمتكم خدمتكم يا أم حيدر، الله يحفظكم إن شاء الله تعالى. ما ننسى الجميع ما دمنا متشرفين كما ذكرت قبل قليل أن الشرف في خدمة جميع زوار الإمامين الجوادين، سواء في هذا البرنامج وسواء في حدود نطاق وقت بث البرنامج أو خارج نطاق وقت بث البرنامج. إن شاء الله تعالى نحمل أسماعكم في قلوبنا وفي هذا الذاكرة التي تتشرف بذكر جميع الخدام والموالين والمواليات لمحمد وآل محمد. معنا من الدجية للأخت آية. سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. أعظم الله أجرنا وأجركم بذكر استشهاد سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. أعظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله تعالى. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا طبيب بغداد، السلام على جواد الأمة، السلام على شباب الأمة،
السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المربوط بحلق القيود والجنود المنادى عليها بذل الاستخفاف، السلام عليك يا راهب بني هاشم، يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر الكامم، يا من رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا جعفر يا محمد بن علي يا التقي الجواد يا رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا طبيب بغداد يا موسى بن جعفر انت طبيب بغداد، احنا اذا عندنا مرضى نتوجه لباب الحوائج موسى بن جعفر، واليوم اريد ازق بابك واريد جوابك، اريد الشافي للطفل عبد الله من هذا المرض هو البي، وصار لاسبوع احنا لايبين بيه ومريض ومتلوعين بي، تريد اليوم ازق بابك يا باب الحوائج واريد جوابك، اريد تجهز زهره بالعاصم عليك تشافي هذا الطفل، يا الله اسبوع احنا متلوعين بي يا رب، بحق الجوادين وبحق جدتنا الزهراء ان شاء الله، ودي عيلة للطفل عبد الله صالح اسبوع انا سجلت اسمه ان شاء الله ما انسى من الدعاء، ازق بابك واريد جوابك يا باب المراد، الله انتوا دعيتوا وتوجهتوا لله عز وجل، نعم يا رب بحق الزهرة، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض يا رب، اللهم اقض حاجة كل محتاج، آمين حق بابين باب الحوائج موسى والجواد، وان شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم ويوفقكم ويديكم على خير ختمة، خلت الدعاء وزيارة صلاة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام والرحمة والإكرام، إن شاء الله تعالى ما ننساك من الدعاء، وأيضا هي رسالة نذكر بها السادة المشاهدين من الأخوة والأخوات أنه أي اسم يطرح في هذا البرنامج لكم ما لكم من الأجر والثواب العظيم عند الله عز وجل بمجرد أن تضمنوا هذه الأسماء في دعواتكم في صلواتكم في آناء الليل وأطراف النهار، حقيقة لكم أجر عظيم وأنتم تدعون وإحنا بدورنا نسجل أسماء الأخوة والأخوات وأسماء ذويهم من المرضى وأصحاب الحوائج، وأتوجه على طول مجرد ما ينتهي البرنامج أخذ هذه الورقة وجنابكم الكريم تشاهدون هذه المسألة وأدخل بها عند ضريح الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، راجيا بذلك أن يكون لهم نصيب بقضاء حوائجهم وشفاء مرضهم إن شاء الله تعالى. ناخذ الان اتصال الاخت نور من واصل، السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد، حياكم الله اجورنا واجوركم واحسن الله لنا ولكم العزاء بايام استشهاد السيده الصديقه الكبرى فاطمه، سن الله لنا ولكم العزاء ان شاء الله، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الاخره شفاعتها بحق محمد وال محمد، امين امين. السلام عليكم يا ولي الله، السلام عليكم يا حجتي الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا امامي يا موسى بن جعفر الكاظم يا باب الحوائج ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا امامي يا محمد الجواد يا باب المراد يا شباب الأئمة ورحمة الله وبركاته، سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، صلى الله عليكم يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، اللهم ارزقنا في القريب العاجل زيارته وما في الدنيا شفاعة ما في الآخرة بحق محمد وآل محمد، آمين آمين، الله يرزقنا وإياكم الشفاعة والبركة بحق محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اقض حوائج الزائرين، الله يحفظكم إن شاء الله قادر قناة كربلاء يحفظك ويسر عليك يا أختي الكريمة، شكرا جزيلا لكم والسلام شكر عليكم لله. شكر الله وبركاته، الله يحفظكم الله يحفظكم، حياكم الله في أمان الله وأمان سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر وحفيده الجواد سلام الله عليه، أسأل الله عز وجل أن يقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات يشافي جميع المرضى أصحاب الحوائج إن شاء الله تعالى ببركة الجوادين. نأخذ اتصال من ذي قار الأخت أم ميثم، سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم ميثم يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك, عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام على موسى والجواد. السلام على أسد بغداد. السلام على نجح الكاظم عليه السلام. السلام عليكم يا سادتي يا أولياء الله وحباء. السلام عليكم عظم الله أجرنا ويزوركم بالرواية الأولى لسيدتي مولاتي فاطمة الزهراء. وأحسن الله, الله لكم العزاء إن شاء عزاكم الله, إن شاء الله وعزاء المؤمنين التوفيق إن شاء الله والنجاح. الله يوفقكم يا قناة كربلاء ببركة دعاكم الطيب يا مولياء وجهاء عند الله. اشفعوا لنا عند الله. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة ومو في الآخرة شفاعة. آمين. الله يوفقك يا يوم الدين الإمامين أن الله يرزقنا زيارته إن شاء الله, إن شاء الله وشفاعتهم. الله يوفقك إن شاء الله تستاهلون كل الخير. الله يبلغكم بالوصول العاجل إن شاء الله تعالى. الله والديك سجل اسمانهم ميثم ومؤمل ولده وسجل والدي المرحوم أبو محمد والمرحوم أم محمد ودعينا تحت قبضة الإمامين خالي. إن شاء الله ما ننساكم إن شاء الله بحق التوفيق إن شاء الله. وأنا مريضة أدعي لي تحت قبضة الإمامين صحة وعافية إليك إن شاء الله يا أمي. عندنا حاجة يا سيدي نعم. مولاي موسى بن جعفر باب الحوائج الله يقضيها إن شاء الله. محمد الجواد عليه السلام إن شاء الله يقضيها إلكم بجاه الجوادين ولدنا ويحفظ عائلتنا. رحم الله والديك جزاك إن شاء الله خير الليلة ببركات. أشكركم موسى بن جعفر والجواد إن شاء الله تعالى. أي والله هاي البركات إلكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله يا أم ميثم. الله يفرح قلوبكم يا رب ويعافيكم ويشافي ويعافي جميع المرضى الراقدين في المستشفيات أصحاب الأمراض المستعصية الطفل عبد الله من الدجيل اللهم يشافيه ويشافي أيضا ابن أخونا وعزيزنا الأخ حسين السلطاني أيضا مصاب بالسكري طفل لا زال في المدرسة الابتدائية حقيقة ويلتمس دعواتكم الطيبة إن شاء الله تعالى ندعو له ابن أخونا وعزيزنا حسين السلطاني إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال الآن أم جاسم من مملكة البحرين. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا موسى بن جعفر. تفضلوا يا أم جاسم بالزيارة والدعاء للمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باب المراد يا باب المراد يا إمامي يا باب المراد يا إمامي يا موسى بن جعفر. السلام على الإمام موسى بن جعفر. أم جاسم العفو بس خفضي صوت التلفاز اسمعيني من الجوال ونص صوت التلفاز. الله يبارك فيك. السلام عليك ابن محمد المرتضى. السلام عليكم علي المرتضى. السلام عليكم يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليكم. احسنتم. السلام عليكم يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليكم يا ابن الحسن المرتضى. السلام عليكم يا ابن الحسين. السلام عليكم ابن الأئمة ورحمة الله وبركاته. الله يبلغكم بالوصول العاجل إن شاء الله. أنكم قد أقمتم الصلاة وأديتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم بالحق جهادي حتى أتاكم اليقين. السلام عليكم نعزيكم بإفاضة السيدة فاطمة. أحسن الله لكم العزاء. أحسن الله لكم العزاء وعظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر يا أم جاسم. شكرا لاتصالكم حقيقة اتصال مبارك إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبدل زيارتكم عن بعد إن شاء الله تعالى بزيارة عن قرب في القريب العاجل لك ولجميع شيعة أهل البيت في البحرين وفي كل مكان إن شاء الله تعالى. معنا اتصال من آمر لي الأخ أبو عباس. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو عباس. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. يا باب السلام عليك يا أسد بغداد وطبيب المحلود. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. عظم الله أجورك يا إمام موسى الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاد أمك الزهراء. عظم الله أجورك بذكرى يا محمد الجوار عليه السلام ذكرى استشهاد أمك الزهراء عليه السلام. يا أسد بغداد يا طبيب المعلون اللهم الله أجورك يا غريب الغرباء يا أنيس النفوس يا غريب النفوس في كرب إيران خراسان يا علي بن موسى الرضا يا إمام موسى الكاظم عليه السلام. إنا توجهنا
واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله بحق أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا الله. إلهي بحقي نقسم عليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع يا الله. اللهم عافي وشافي كل مريض يا رب. اللهم احفظ حجزنا الشعبي والقوات الأمنية والجبهات القتال بحق استشهاد الزهراء عليه السلام يا الله. اللهم يفرج عن كل مهموم ومغموم يا رب. يا رب العالمين إلهي أحسنتم. الله يطيب أنفاسكم وتقبل هذه الدعوات. نقسم عليك باستشهاد أمك الزهراء يا رب أن تعافي وتشافي كل مريض من المشارق الأرض وما وراءها. جزاك الله خير محمد وآل محمد. جزاك الله خير يا أبو عباس. شكرا لك ولدعواتك الطيبة ولاتصالك. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله تعالى صالح الأعمال. نأخذ اتصال الأخ أبو عباس من صلاح الدين. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم أخي مفتاح. عليكم السلام والرحمة. حياك الله أخي الكريم، تفضل بالزيارة ونسألك الدعاء. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. نعزي عالم سامي استشهاد فاطمة الزهراء عليه السلام أم أبيها وأم الأئمة وسيدنا الزهراء عليه وسيدة الجنة وزوجة ولي الله وزوجة سيدة الأوصياء والصديقة الكبرى الفاطمة الزهراء عليه السلام. السلام على أهل بيت طهر من دنس ولم فرح حتى على درجات سعيدة ما ذكر في مجلس أرفع أصواتكم صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت يا أبو عباس. السلام على مدفوع المدينة المنصور المعيد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. السلام على الله يجزيك خير البركه المتقين وما ان شاء الله تعالى لهذه الصلوات. السلام على امام المتقين امام احمد عليه السلام. السلام على مولى الكونين ونور العينين وامام الثقلين امام حسين عليه السلام واخيه مقدع عباس عليه السلام واخيه زينب الكبرى عليه السلام. السلام على امام العسكريين. السلام على امام الكاظميين. السلام على ائمه البشر. احسنت اخوي مشتاق تجي اسمعنا. خدمتكم خدمتكم يا ابو عباس تفضل. نجاح ابن عباس يا رب يفرح قلبك إن شاء الله بنجاحه ونجاح كل أبنائنا إن شاء الله يا رب. شكرا لاتصالك أبو عباس. أسأل الله عز وجل أن يقر عينك وأن يوفق ويسدد خطى كل الآباء الحريصين على متابعة أبنائهم، وهذا ما أراده منا نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر في حديث له أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. نأخذ اتصال أم حميد من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. معنا على الهواء مباشرة في برنامج باب المراد أم حميد، تفضلوا بالزيارة إن شاء الله إذا كنت تسمعين يا أم حميد. إن شاء الله تعالى سجلنا الاسم الكريم لكم يا أم حميد وما ننساكم من الدعاء. نأخذ اتصال أم صلاح. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام، تفضلوا يا أم بالزيارة. السلام عليك يا سيدي موسى موسى بن جعفر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. هسه بدي بالزيارة يما. سلمي على الإمامين، شنو عندك تدعين؟ ادعي تفضلي، الجو إلك يا أم تفضلي. السلام عليك سيدي موسى موسى بن جعفر يا باب الحوائج. يا باب الحوائج. السلام على محمد الجواد الثقل. السلام على أم صلاح. حاولي تنصي لنا تلفزيون. الله يبارك بعمرك. محمد المصطفى. واسمعيني فقط من الجوال. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الحسن الزكي. السلام على الحسين الشهيد. السلام على علي السجاد. السلام على محمد الباقر. السلام على جعفر الصادق. السلام على موسى الكاظم. السلام على علي رضا. السلام على محمد جواد الثقل وعلى هادي النقب الحسن العسكري والإمام الحسن العسكري وصالح المهدي المصطفى السيد مولى فدوى آخر. اكتب اسمي خادم ودفع بالجوال إن شاء الله طالب العمر فيه الشفاء العاجل إليك ولجميع المرضى إن شاء الله تعالى. الله يبارك بعمرك. خادم خادم يا يمه خادم بعد. الله يسلميك ويرعاك ويحفظك ويستر عليك ويديمك خيمة إن شاء الله تعالى. وذخر لأبنائك يا أم صلاح. شاكرين اتصالكم إيانا ونسأل الله عز وجل أن يعطيكم مرادكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله تعالى ويستجب دعواتكم المباركة الليلة بذكر محمد وآل محمد وذكر الإمامين الجوادين وبجاههم عند الله إن شاء الله كل الحوائج مقضية. معنا اتصال من واسط الأخ أبو شبيب. سلام عليكم يا باب المراد.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، حياكم الله. عزيزي صاحب العصر والزمان مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه بشهادة وفاة مولاتنا فاطمة الزهراء، أحسن الله لكم العزاء وعظم الله لكم الأجر. وأقول لبست الثوب الرجاء والناس قد رادوا، وقد قمت أشكو إلى مولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام. ما أجد وقلت ما يا أملي في نائية ومن علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك يا مولاتي أموري أنت تعلميها. سلام الله عليك. ما لي على حملها صبرا ولا جلدا، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مددت إليه يدي، فلا تردها يا ربي خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد إليه. وأنت يا مولاتي عزيك لهذا المصاب، وعزي مولاي الإمام المهدي عجل الله فرجه، عند مولانا الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد. أحسنت. وهدي هذه الزيارة لأخي المفقود عبد الكريم أبو شبي المحافظة واسط، فقد بقى في صدام المهدورة. نعم. وأسأل الله أن تتقبل منا خير الدعاء لي ولجميع أبناء نحاية الزبيدية قضاء الزبيدية. على رأسي، يشرف بك يا أخ أبو شبيب. أي رحم الله والديك، هذا ما أقول، لأنه تكون هاي الزيارة مخصوصة لأخي عبد الكريم. الله يتقبل. عندك. الله يتقبل إن شاء الله. تعالى. سجلت يعني بالورقة. أخوي عبد الكريم. إن شاء الله إن شاء الله. أي والله إلا أخوي عبد الكريم. إن شاء الله. شكرا لك يا أخينا الكريم أبو شبيب، ما دمت لا تعلم عنه شيئا ونحن لا نعلم عنه شيئا إلا الله عز وجل يعلم، إن كان حيا فاسأل الله عز وجل أن يحفظه ويرعاه ويرده سالما إليكم إن شاء الله تعالى. ولا أقول لكن الموت هو حق، وإن كان في ذلك الأمر الآخر نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحمه إن شاء الله تعالى. آمين رب العالمين. ببركة الإمامين الجوادين نأخذ اتصال الأخ طالب من بغداد. سلام عليكم يا باب المراد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر يا مولاي. السلام على سيدي يا مولاي شمس الشموس علي بن موسى الرضا. السلام على سيدنا مولانا جواد الأئمة محمد بن علي جواد رحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة المعصومة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. سلام الله عليهم جميعا ومختلف الملائكة. زيارتي نيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين. في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. بالرحمة للموتاهم وشفاء المرضى وقضاء الحوائج يا رب يا رب وبالتوفيق يا رب. الليلة بحق الجوادين إن شاء الله، الشفاء والعافية إن شاء الله يا رب. ونعزيكم بذكرى استشهاد صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، جعلنا الله وإياكم مستامعين في الدنيا والآخرة حق محمد والبيت. أحسن الله لنا ولكم العزاء إن شاء الله يا رب. ودعائي دائما لكادر قناة كربلاء من كافة المراقد المقدسة ولجانبك الكريم بالتوفيق، والله يطول أعماركم ويوفقكم بحق الحسين. كل الشكر والامتنان لك يا أخونا الكريم. الله يطول عمرك. عندنا طفلة مريضة تبوس يديها اسمها جنة. لا العفو، خادم اسمها جنة. الله يطول عمرك إن شاء الله ودعائك ودعاء المؤمنين. صحة والعافية والشفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. شكرا جزيلا لك ولدعواتك الطيبة إن في المراقد المقدسة، وإحنا إن شاء الله تعالى بدورنا ما ننساكم، ما ننسى جميع الأخوة والأخوات اللي جالسين أمام الشاشة المباركة لقناة كربلاء الفضائية، وإن شاء الله تعالى ندعو لكم أول دعوة أن تكونوا بصحة وعافية، وأن يوفقكم رب العباد بالوصول إلى جنة موسى والجواد سلام الله عليهم. نأخذ اتصال أم أحمد من بغداد. سلام عليكم يا باب المراد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد يا باب المراد، يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. فضل يا أم أحمد، فضلوا بالزيارة ونسألكم دعاء المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل يا باب المراد، يا باب المراد. السلام عليك يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج. السلام عليك يا موسى بن جعفر يا قديد بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على محمد الجواد جواد أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي
العالم الإسلامي بشهادة فاطمة الزهراء. السلام على الزهراء المظلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إني سلموا لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشافيني وأن يعافيني لأني مريضة. وأطلب من الله سبحانه وتعالى الله أن عليكم الشفاء العاجل يا أم من أحمد من حادث سيارة. نعم. يشافي ويعافي يا رب. ويجعل لك بكل إن شاء الله وسلمة وحفظة. الله يقر عينك بسلامته وشفاء يا رب بحق الجوادين اللي أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض. آمين. وأن يشافي كل عليم. آمين. واللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لاتصالكم يا أم أحمد. والله يحفظكم الأحباء أحياء وأموات وخاصة والدي الله يتقبل. ووالد والدي الله يتقبل الأعمال ويجعله في ميزان حسناتكم المتوفات وأخواني وأخواتي. نعم. واطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم قناة كربلاء ويجعلكم من كل خطوة سلامة. الله يسلمكم ويستركم من كل مكروه. شكرا 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 لاتصالكم. الله يبارك فيكم يا أم أحمد والله يحفظكم ويبلغكم الوصول إن شاء الله تعالى ويشافي أولادك أحمد إن شاء الله ويقر عينك بسلامته ويفرح قلبك يا رب. ناخذ اتصال الأخ الزهراء من واسط. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا باب المراد. يا باب المراد. السلام عليكم يا وليي الله. السلام عليكم يا حجتي الله. السلام عليكم يا نوري الله. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما فاسفعاني عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. يا الله. اللهم يا صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وجهك الفرج. آمين. أستاذ مشتاق نسألكم الدعاء ولا تنسونا بصالح دعواتكم. الله يحفظكم ويشافي الوالدة يا رب بحق محمد وآل محمد. الله يسلمك يا باب المراد. يا باب المراد. اللهم يشافي والدتك يا أخ الزهراء ويحفظكم بحق محمد وآل محمد. نأخذ اتصال أم آية من المثنى. سلام عليكم يا باب المراد. الأخت المثنى معنا على الهواء مباشرة. تفضلوا بالزيارة. الله يبارك فيكم. يا باب المراد. يا باب المراد. يا باب الحوائج. يا باب الحوائج. السلام عليك يا مولاي يا موسى الكاظم. السلام عليك يا مولاي يا محمد الجواد. عظم الله أجركم باستشهاد أمكم فاطمة الزهراء. سلام الله عليك يا مولاي. عظم الله لنا ولكم الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. سلام الله عليك يا مولاي يا طبيب بغداد. سلام الله عليك يا مولاي يا شباب الأمة. مروتكم أتوسل بكم إلى رب العالمين. أنتم الوسيلة لله سبحانه وتعالى. شفاء كل مريض مشارق الأرض ومغارب. ومن عرضهم علي أخوي مرضى كلش صعب. جاهك يا أخوي ما يصعب عند محمد وآل محمد إن شاء الله. أي والله أي والله. أنت الليلة توجهتي لله عز وجل بالجوادين ولهم ما لهم من جاه عند الله عظيم. يا الله بحق الجوادين. صوتك وكل السادة المشاهدين يسمعون إن شاء الله تعالى اسم أخوك الكريم علي ويضمنوا في دعواتهم إن شاء الله. ابن رضيع. إن شاء الله إن شاء الله. إحنا الليلة جاه الجوادين نقول بجاه الجوادين. آمين رب العالمين. آمين. آمين يا مولاي. الله يفرح قلوبكم بسلامته يا رب والشفاء والشفاء جميع المرضى إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك على ميزان حسناتك هذا الدعاء. لا بخدمتكم. إحنا في هذا البرنامج وإن شاء الله تعالى نزور لنيابة وندعو له وندعو لكم أيضا إن شاء الله. آمين رب العالمين. إلى ولكل مريض انفزع منه بالجوادين. آمين آمين إن شاء الله. الله يبري من كل سقم ومن كل علة إن شاء الله يا رب. آمين رب العالمين. يا باب المراد. يا باب المراد. يا باب المراد. يا باب المراد. السلام الله عليك يا سيدي يا مولاي. شكرا لاتصالكم يا أم آية. الله يجبر بخاطركم ويسر قلوبكم إن شاء الله تعالى بالشفاء علي بحق علي بن أبي طالب وبحق الإمامين الجوادين سلام الله عليهم. نأخذ اتصال من الديوانية الأخت ابتسام. سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أختي الكريمة. تفضلوا ونسألكم الدعاء. يا باب المراد. يا باب المراد.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم جعفر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليك. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله. اللهم بحق سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم عليه السلام. اللهم اقض حاجة المحتاج واقض حوائجه. آمين. بحقك يا سيدي يا مولاي أتوسل بي تتوسل بي أجل الله سبحانه وتعالى. بحق السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم إني أسألك بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآله. آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزيكم بذكر استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. وأعزي سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وسيدي ومولاي الإمام محمد الجواد عليه السلام. وأعزي الإمام صاحب الزمان. أحسنتم. أجل الله فرجه الشريف. جزاكم الله خير. أخي إذا أمكن تسجل اسم زهراء للشفاء. خدمتكم. وتسجل اسم علي وتسجل اسم والدي. نعم. والله محفظ جميع كادر قناة كربلاء الصهيونية داخل العراق وخارج العراق. الله يبارك فيكم. حوائجكم بحق محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام والرحمة والإكرام يا أختي ابتسام، جزاكم الله ألف خير، الله يفرح قلوبكم ويستجب دعواتكم الطيبة إن شاء الله تعالى ويتقبل هذه الزيارة. ناخذ اتصال الأخير الأخت شيماء من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. السلام يا باب المراد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. أزون نيابة عن صاحب الزمان. جميع الأهل والأصدقاء. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال يا أخي. نقلدكم الدعاء والزيارة. خدمتكم. صلاة ركعتين إن شاء الله. إن شاء الله ما ننساكم. سجل لنا اسم الحجية أم لؤي للشفاء إن شاء الله. إن شاء الله الصحة والعافية. نعم. الشفاء. سيد عباس وعائلته. سيد لؤي وعائلته، سيد قصي وعائلته، والمرحوم خضير، والمرحومة الطفلة زينب. إن شاء الله الرحمة والمغفرة لأمواتكم والشفاء لمرضاكم وقضاء الحائط. فاطمة، المرحومة فاطمة، والمرحوم قمر، والمرحومة جبرية، والمرحوم سيد حسن. على راسي. إن شاء الله تعالى سجلنا الأسماء وما ننساكم من الدعاء. شاكرين اتصالكم يا أخت شيماء وسامحونا لضيق الوقت. إن شاء الله تعالى كل الأسماء اللي انذكرت في البرنامج أنا والأخوة من الأخوات في هذه الحلقة في هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل يوم أربعاء، برنامج باب المراد، نتضرع إلى الله عز وجل إن شاء الله تعالى. وما ننسى الأخوة والأخوات اللي قلدونا الدعاء والزيارة، وخص بالذكر منهم المرحومة أم وحيد ندعو لها بالرحمة والمغفرة، جدة خادم الجوادين الأخ سجادة أحمد الجويبراوي، وكذلك دعاءنا بالرحمة والمغفرة للسيد زامل النوري ولعقيلته أم علاء بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. دعاءنا إلى المرحوم ناظم عبد بالرحمة والمغفرة، كذلك المرحوم صادق مهدي المسلماوي بالرحمة والمغفرة. دعاءنا لخادم الجوادين في حرم الإمامين الجوادين أبو فاطمة ولعائلته أم فاطمة وفاطمة إن شاء الله تعالى بقضاء الحوائج والتوفيق. لهيفاء محمد أمين وماجد محمد أمين وصبيحة محمد أمين وزوجها حافظ بالشفاء العاجل. ودعاءنا لحيدر محمد علي ولجميع خدام حرم الإمامين الجوادين وخدام العتبة الكاظمية المقدسة بالتوفيق وقضاء الحوائج إن شاء الله تعالى. دعاءنا للمرحوم كامل هارف المكسوسي بالرحمة والمغفرة. دعاءنا إلى والدة الأستاذ حسين بلادي الفوادي بالرحمة والمغفرة ولولدها الأستاذ حسين بلادي الفوادي بالتوفيق وقضاء الحوائج له ولأسرته الكريمة. لا ننسى ليلى قاسم دخن بالشفاء العاجل، وكذلك السيد فاروق بقضاء الحاجة، وبيداء جبار بالشفاء العاجل، وللأخ الطيب علي سوادي بقضاء حاجته إن شاء الله تعالى. ودعاءنا للسيد هادي بقضاء الحاجة، أم محمد بقضاء الحاجة وأن يرد إليها ولدها إن شاء الله تعالى سالما غانما بعد فقدانه. ودعانا إلى أم باسم وإلى أم علي بالشفاء. ولا ننسى باقي الأخوة والأخوات الذين قلدونا بالدعاء زوار الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. الآن دعونا نتوجه بقراءة زيارة الإمامين الجوادين المشتركة
أهديها إلى أمواتكم وإليكم إن شاء الله تعالى، نيابة عن كل من أوصاني وقلدني زيارة الدعاء، سيما من يشاهد ويتابع الحلقة الآن. توجهوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما. فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه، عبدكما ووليكما سائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين، وحبب إلي مشاهدهم، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا هذا القليل ومن السادة المشاهدين وكل من اتصل بالبرنامج وقلدني الزيارة والدعاء. اللهم ابعث بثواب هذه الزيارة التي أنبنا بها عن السادة المشاهدين من الأخوة والأخوات، ابعث بها إلى صحائف أعمالهم وإلى قبور أمواتهم جميعا، حتى نتشرف بلقائكم مجددا ونتشرف بخدمة زوار الإمامين الجوادين في كل مكان. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج باب المراد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كظيم الغيظ سلاما يئما كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. حضرة عندك كبرى تزدهي آمنا فيها يرى حتى الحمام، زمر الأملاك تهوي سجدا في ثراها لصلاة أو صيام، أثرت دون السماء فيها المقام. كظم الغيظ سلاما يائما أمرت صرحك أملاك السماء وأيادي العاملين الشرفاء، ولذا صحنك أمسى مفخرا أرضنا قد فخرت فيه السماء. وضريح لك يجري بلسما كل جرح يستقي منه الشفاء،
أحبابك الحاجة تقضى عندها ولها الوفة تسعى بالدعاء وبها كل شجي مستهام كظم الغيظ سلاماً.